ارجع لصفحتي اسمها لبنى، تقول قمت باستخارة لزواج لابنتي بعريس متقدم من دولة اخرى، حلمت اني في بيت كبير وواسع ولا اعرف اصحابه، كنت انظف المطبخ وسط البيت جيدا بالماء، مع العلم اني لا اعرف البيت عزباء. يعني انا قمت باستخارة الزواج لابنتي. هذا لي؟ لا هذا صفحتي انا. انزين يا اختي كريمة، يعني المطبخ هذا قد يدل على المناسبة السعيدة والزواج والارتباط فعلا، والماء قد يدل على اختلاط الانساب، فربما يكون الزواج مبارك بإذن الله سبحانه.